Bon, je reviens au sujet de l'Ukraine et la Russie. Chauffe, le conflit هذا خاطينا في الجزائر. Il nous concerne pas ça. La meilleure position في الأمم المتحدة, la position تاع الجزائر هي la position المليحة. واللي يقول لكم غير هكا الله غالب عليه, جاهل. لأنه الجزائر أولا من القضية القانونية. بوتين عنده الحق. الروس راهو في حقه. لأنه في المعاهدات اللي صارت بين الاتحاد السوفيتي انه يقبل توحيد المانيا اكسترا اكسترا, شرط الشروط نتاعو تقبلت انه لوطان ما يتوسعش في الجمهوريات اللي كانت بكري تابعه للاتحاد السوفيتي. لكن لوطان ما احترمش الشيء هذا, دخل البولندا, دخل المانيا الشرقيه, دخل ليتوانيا, استونيا اكسترا, بارتو اون روماني, بارتو بارتو, كوك لا روماني ما كانش تابعه للروس, ما يدخلهم بارتو. دركا يحوس يدخلوا لليوكران. اليوكران قضية اليوكران ماهيش بداتش البارح, ما بداتش السمانة اللي فاتت, بدات عندها درك أكثر من 10 سنين ولا 11 سنة. والمشكل هذا قايم تاع أوكرانيا ملي كب عليهم الغاز بوتين اكسترا ودار لهم مشاكل. دونك هنايا من ناحية قانونية أمريكا الروس عنده الحق, عنده الحق ماشي 100 مليار في الساعة. لانه صارت نفس الواقعه في لابي دي كوشون في كوبا, تقلبت الدنيا, كان الروس حيحط دي ميسيل في كوبا. فوالا تو سامبلومون, دونك عنده الحق. ماتنون النووي ماشي النووي, التداعيات الاقتصاديه, التداعيات الاقتصاديه احنا راح نسلكوها. علاش؟ لانه ما عندنا حتى اقتصاد, ما عندنا حتى استراتيجيه. وش الحكام الجزائر حاليا يساعدهم الحال باش يقتلوا الشعب الجزائري بالشر ويقولوا له خاطي احنا او العالم مقلب. ما كانش منها, يا دي سوليسيون باش الشعب نتاعنا ما يجوعش, كاينه الامكانيات. ماتنون البترول طلع وكذا, والجماعه تقول لك البترول طلع على روحه, كلش راح يطلع معاه, كلش. دونك تربع 20 دولار في البترول وتخسر 200 دولار في الدواء والقمح, وما باسكو البترول تاعنا راح يولي لينا سي فولي, مستحيل يولي علينا حنا. باسكو علاش؟ كي يغلى البترول يغلاو كل المواد المصنعه, وحنا نستوردو كل المواد المصنعه. كون جينا مثلا عندنا زراعه صحيحه, عندنا اكتفاء ذاتي, نقول لكم وي هادي سيتي شونس سيتي اوكازيون. واش راح يصرى؟ هل تصرى حرب عالميه؟ ما تصراش, نوويه ما تصراش, على كل حال نوويه ما تكونش. مناوشات الحرب البارده بدات, دركا دخلنا في مرحله تاع حرب بارده 2. الاولى خلصت في التسعينات, هذه دوك بدات حرب بارده 2. علاش تبدا حرب بارده؟ لانه العالم يمشي بالاقطاب وبالتضاد, ما يقدرش يمشي بقوه واحده ما عندهاش عدو ولا ما عندهاش ريفال. دونك سكي سباس ماتنون في لوكران, الخطه تاع بوتين ماشيه ا ميرفي. لازم تكون عنده خسائر, سي نورمال دخل الحرب كونتر بلاد. بصح بور لانستون خلط لهم كاع لي كارت, باسكو قاعد يمارس في سياسه الحصار. اوكرانيا الغلطه تاعها انه الشعب انتخب على رئيس كلون, النتيجه راهو فيها. دونك مسؤوليه الشعب الغير متمكن من السياسه وضعيف من ناحية الوعي السياسي, لما يصوت يخرج ان كلون شطاحة. داروه رايس. لوروب راح تنضر في لو بلان ايكونوميك, مي تنضر نقول لكم حاجة بارابور بودجي تاع الدول. الشعب نتاعها حنا اللي عايشين هنا ما نضروش بزاف. كالكو زوغمونطاسيون كيما الكاربيرون عندنا راه يدير 2 اورو درك. ليسونس والغازوال كيف كيف شكرا. انورو 97 ولا 98, بصح سا باسرا. بصح حنا الشعوب تاعنا حنا اللي تستورد كلش. كاين ناس يقول لك فرنسا قالت, ما فرنسا ما قالت والو, فرنسا المان لو بال اكطوالمون باسكو ماكرون هو البريزيدون تاع لوروب لي سي موان. دونك سي ان جو, سي ان جو دو بولاريزاسيون, يعني لعبه اقطاب او خلق اقطاب, ولا رانا في حاله تكوين اقطاب تو سامبلومون. دونك القطب الروسي والايرو ازياتيك
نعتبروا لا نيسونس نتاعو من الضربه هذه تاع اليوكران زاد القطب الروسي. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire. Je prendrai encore un appel. Kaina haja eh. Kaina haja drak ngoulha lel chaab. Drak مثلا كون جا عندنا نظام حقيقي يحب الشعب ويحب يطور البلاد. اول حاجه يبدا يبعث الشركات نتاع الانجينيري ويبعث سوناتراك ويبعث كل الشركات اللي عندها كفاءات تقنيه في الجزائر تنفيستي تستثمر في الروس. باسكو دوك الروس محتاج شركات تخدم، محتاج دي انجينيور، محتاج دي ارشيتكت، محتاج كل شيء اللي خرجوا منه لي زوروبيان. سي المومون باش لي زالجيريان يزانفيستيس لابا افيك دي فون كوم ميم على شينوا افيك دلا تكنيسيتي. سي المومون، سي كوم سي تحلت لنا طاقة القدر. باسكو انفيستير في لا روسي درك، نعطيكم مثلا سي جامي سون اتراك تروح تانفيستي في لا روسي، سي اون سوسيتي على الدروا دانفيستير. ال انفيستي دون دومين دي هيدروكاربور، والله يخلقوا شركه جديده جزائريه تبع سوناتراك تنفيستي في الهيدروكاربور، من بعد هذيك تجيب لي هيدروكاربور للجزائر دير صناعه تحويليه وتكسبورتي للاكستيريور. سي دي مليار، سي دي مليار دولار. زيزو قال لك روسيا اضعف اقتصاديا انها تمارس الحرب. لا لا، روسيا ماهيش ضعيفه اقتصاديا، حتى ويغلقوا عليها روسيا تسلك راسها. لكن ايران سلكت راسها، ايماجين روسيا. وما تنساش روسيا ماشي ايران، وروسيا عندها غير 145 مليون انسان، والمساحه نتاعها اكبر مساحه في العالم، ومحال العالم يقدر يستغنى عن الموارد الروسيه، استحاله. هو بعد راح يولي اللور، هو بعد العالم هذا اللي ضغط عليها هو راح يولي اللور. وباش تضحكوا شويه، الدرك مازالوا يشريوا في الغاز نتاع الروس والبترول نتاع الروس، والبنوك اللي تسلك لي ترانزاكسيون نتاع البترول والغاز ما عاقبوهاش. بعد تحلوا عينيكم مليح، الاولى عالميا في الغاز. فوالا دونك سور سو جو برون ان ابل تاع اون دام اوديتريس. باقي يا جماعه ما نقدرش، je sais pas la quinzième de demain, je pense pas.